ايوه في ايه، انا جايه اهو، يا قاعدين يكفيكوا شهر الجايين. انت جايه؟ الله، الحقيني يا ماما الحقيني. في ايه في يا بنت؟ مالك؟ جوزي يا ماما، جوزي عايز يتجوز عليا. يا اختي خضتيني، افتكرته مات. بقول لك هيتجوز عليا، تقولي لي خضتيني. اقعدي يا حبيبتي وانا اقول لك يعني ايه جوزك يتجوز عليكي يا خايبه. اديني قعدت، اتفضلي قولي لي. هقول لك يا حبيبتي يعني ايه جوزك يتجوز عليكي، يعني 4 ايام في الاسبوع نايمه وقايمه براحتك. ها ولسه يعني لما تجوعي هتقومي تاكلي اي حاجه او تطلبي الدليفري، مش مضطره تطبخي غير 3 ايام بس. يعني يا حبيبتي اصحابك يجوا يزوروكي براحتهم، واخواتك يجوا يباتوا معاكي براحتهم، والعيال يفرفشوا بتغيير الجو والروتين. صح، بس برضه هيتجوز عليا. استني بس تقلي عليا شويه. يعني هتنامي وقت ما انت عايزه وتصحي وقت ما انت عايزه يا خايبه. صدقي صح. امال ايه؟ صح طبعا، اسمعي كلام امك. يعني بقى لما يرجع لك مش هتكوني زهقانه منه، لا بالعكس هيبقى في تغيير حلو. يعني هيحاول يراضيكي صبح وليل علشان ما يحسسكيش انه بيحب التانية اكتر منك. هدايا بقى وخروج واي حاجه انت عايزاها مش هيقولك لا. والله عندك حق يا ماما. فكري بقى في الموضوع بشكل ايجابي، ان الراجل هو اللي هيتبهدل مش انت. انت بقى هترتاحي من خدمته وطلباته شويه، وكمان المشاكل هتقل لان البيت التاني هيشيل جزء منها. فكره حلوه صح؟ يا ماما انا ازاي ما فكرتش في كل الحاجات دي. يلا بقى كل واحده بقى تدور لجوزها على عروسه حلوه كده، وربنا يقدرنا على فعل الخير. انا هروح ادور له على عروسه دلوقتي حالا يا ماما. شاطره يا حبيبتي، والله الواحد لما بيعمل خير بيحس ان هو مبسوط قوي.